هذه شاحنة تسمى شاحنة مدخة وخزان، تستعمل في عمليات عديدة من إخماد إلى غير ذلك. الضرورية اللازمة للضحية يقومون بعملية إبعاد المستعجل مع غلق الحبل، تكون على النحو التالي: لازمة للضحية هنا يقوم بعملية إدخاء مباشرة، يقومون باستعمال حقل أو عبر الواجهة أو عبر واجهة العمارة. هذه فرقة تتسلل. هنا يتم عملية الإجلاء من طرف أطفال الحماية المدنية. استبدال واستعمال العشاء الخاص بالاختلاف المحدد.